بعد ذلك قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. هذا الحديث أول حديث ذكر المؤلف في الباب ذكر فيه بناء المساجد وتنظيفها وتطيبها، ثم ذكر بعد ذلك حديثين، حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيهما إيش؟ لفت النظر إلى وجوب العناية بالطهارة المعنوية، أن تجنب المساجد كل ما هو من الشرك، فإن هذا هو التطهير الذي ينفع. فإن المساجد التي بنيت على المقابر مهما زخرفت وطيبت وزينت فهي قبيحة، لأنها صنيع شرار الخلق كما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك جاء في هذا الحديث بذكر دخول الكافر إلى المسجد، والكافر نجس نجاسة معنوية، فهل يطهر المسجد من دخول الكافر لكونه نجسا نجاسة معنوية؟ الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقوله تعالى إنما المشركون نجس أخبر عن المشرك على وجه الحصر بأنه نجس، ومعلوم أن المشرك ليس نجس العين، بمعنى أنه ليست نجاسته كنجاسة البول، إذا أصابك شيء من الكافر وجب عليك غسله وإزالته، فالبول نجاسته عينية، وأما النجاسة في الكافر هي نجاسة معنوية، نجاسة في المعنى وليست نجاسة في الحس والعين. فهل يجوز إدخال الكافر المسجد لأن المساجد تطهر من الشرك والكفر وتطهر من أهل الكفر والشرك؟ هذه المسألة فيها للعلماء قولان. أما المسجد الحرام فإن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإلى هذا ذهب عامة علماء الإسلام، وهو قول جماهيرهم أنه لا يجوز أن يدخل الكافر المسجد الحرام، والمقصود بالمسجد الحرام كل حدود الحرم وليس بناء الكعبة، كل حدود الحرم لا يجوز أن يدخلها الكافر، لأن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا يحج بعد العام مشرك ولا يطاف بالبيت ولا يطوف بالبيت عريان، فدل ذلك على تطهير هذه البقعة من كل الأشرار والأضرار والأكدار المعنوية، ومن ذلك الشرك وأهل الشرك، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء. هل بقية المساجد تأخذ حكم المسجد الحرام في أن الكافر لا يدخلها؟ هذه المسألة فيها خلاف للعلماء على عدة أقوال، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الكافر لا يجوز إدخاله المسجد بالكلية، الكافر لا يدخل المسجد بالمطلق، وذهب طائفة من أهل العلم وهو قول الجمهور إلى جواز دخول الكافر للحاجة والمصلحة، وذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية إلى جواز دخول الكافر على وجه الإطلاق دون تقييده بالحاجة. هذه أقوال العلماء رحمهم الله، ولكل أصحاب قول حجة. فمالك قال إذا كان الله منع المشرك من دخول المسجد الحرام فكذلك الحكم في كل المساجد، لأن الحكم منوط بالمسجد، فكل مسجد حكمه حكم المسجد الحرام في أنه لا يدخله الكافر. والذين قالوا بالجواز للحاجة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دخل مسجده جماعة من المشركين، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا أي فرسانا فجاءوا برجل أي جاءوا بكافر مأسور وهو ثمامة بن أثال من كبراء أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، ربطوه
عمود من عمود مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم دخوله، بل مكث الرجل في المسجد عدة أيام كما جاء في الصحيحين. فإن ثمامة بن عثال لما أسره الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بربطه في سارية من سوى المسجد، يعني عمود من عمد المسجد، من عمد المسجد، ليرى كيف يصنع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان قد مر عليه في أول يوم فقال: ما تقول يا ثمامة؟ فقال له كلمتان، قال: إن تنعم تنعم على شاكر، إن تنعم يعني بالإطلاق والسماح تنعم على شاكر، يعني سأشكر لك ذلك، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني أن تقتل، إن قتلتني فمن ورائي قوم يطلبون دمي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. ثم جاءه في اليوم الثاني فقال: ما تقول يا ثمامة؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. أعاد عليه نفس المقالة السابقة. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثالث فسأله: ما تقول يا ثمامة؟ فقال ما قال قبل ذلك: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بحل رباطه، ففك رباطه وأطلقه صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل إلى بستان كان قبال المسجد فاغتسل، ثم جاء فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم. فهذا مما استدل به العلماء على جواز دخول الكافر المسجد للمصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله المسجد ليرى ويعاين ويشاهد حال المسلمين وعملهم، لعل الله أن يفتح على قلبه وأن يهديه إلى الإسلام. فكان أن شرح الله صدره للإسلام فأسلم بعد 3 أيام من ربطه في المسجد. وهذا دليل من ذهب من أهل العلم إلى جواز دخول الكافر المسجد للمصلحة، ومنه دخوله للحاجة فإنه يجوز أيضا ذلك، ومنه دخول الكافر لإصلاح بناء أو إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح مما يكون في المسجد، فإن هذا لا بأس به ولا حرج. هذا ما يتصل بهذه المسألة، ودليلها هذا الحديث، حديث ثمامة بن عثال رضي الله تعالى عنه. وأما قول الإمام مالك في كون الله عز وجل منع دخول الكافر إلى المسجد الحرام فيدل على منع لسائر المساجد، فهذا قياس مع الفارق، فإن المسجد الحرام من الحرمة والمكانة ما ليس لغيره من البقاع. بعد ذلك قال رحمه الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن عمر رضي الله تعالى عنه مر بحسان، عمر بن الخطاب وقت خلافته مر بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو ينشد في المسجد، أي يقول الشعر، وحسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحظ إليه، يعني نظر إليه عمر رضي الله تعالى عنه نظرة فهم منها حسان أن عمر ينكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فإن المساجد لإقامة ذكر الله عز وجل وليس لإنشاء الأشعار وقولها. فقال له حسان رضي الله تعالى عنه: قد كنت أنشد فيه، أي أقول فيه الشعر وأجهر به، وفيه من هو خير منك، يقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يرد عليه عمر رضي الله تعالى عنه بشيء، وهذا من تقوى عمر وورعه ورجوعه إلى الحق، حيث لم يرد على حسان، مع أن مقالة حسان كانت شديدة الوضوح في أنه إنما فعل ذلك استنادا إلى ما كان يفعله زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن المساجد ينبغي أن تصان عما لا يليق من الحديث، عما لا يليق من الكلام والحديث. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لحظ حسان لما كان ينشد شعرا، وإنما سكت
لكون حسان أخبره بأنه كان ينشده زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الشعر منه ما هو حسن وإن منه ما هو قبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من الشعر لحكمة، فما كان من الشعر فيه خير ونصرة للحق ورد على الباطل وإظهار للهدى فإنه لا بأس به في المساجد. كان يقال في حلق العلم أو دروسه شيء من الشعر الذي يبين به الحق فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه. أما الشعر الذي فيه زور أو كذب أو نصرة للباطل أو فيه ما لا يليق في المسجد من الغزل ونحو ذلك فإن المساجد تصان عن هذا، لأن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد لم تبنى لأن تكون منتديات شعرية يجتمع فيها الناس ويتناشدون الشعر، إنما فعل حسان ذلك في مقام نصرة الإسلام والرد على أهل الكفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له في بعض ما سمعه من كلام أهل الكفر، قال صلى الله عليه وسلم لحسان: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس. فكان قوله رضي الله تعالى عنه الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لنصرة الحق والذب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقال فيما يتعلق بحكم إنشاد الشعر في المساجد إنه على نوعين: ما كان حقا وهدى ومنشطا للبر وداعيا إلى الخير فإنه لا بأس به في المساجد لأنه من جملة ذكر الله عز وجل، وأما ما كان شرا أو فسادا أو لغوا أو نصرة للباطل فإن ذلك لا يجوز لأن المساجد لا يصلح فيها مثل هذا. بعد هذا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في طلب الضالة في المسجد، قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ينشد ضالة أن يطلبها بأن يقول: من رأى منكم الشيء الفلاني مما أضاعه. والضالة في الأصل تطلق على المفقود من بهيمة الأنعام، هذا هو الأصل في الضالة، ولكن تطلق الضالة على كل ضائعة من كل ما يقتنى سواء كان من الحيوان أو من غيره. فلو فقد الإنسان مثلا نظارة أو فقد ساعة أو فقد ثيابا فليس له أن يأتي إلى المساجد ويقول: أيها الناس، من رأى منكم كذا وكذا، فإن هذا من إنشاد الضالة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نشدان الضالة في قوله من سمع رجلا ينشد ضالة يشمل طلبها ويشمل أيضا التعريف بها. فلو أن شخصا مثلا وجد شيئا ساقطا فجاء قال: يا أيها الناس، من فقد كذا وكذا فإنه عندي، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ولو كان هذا المفقود داخل المسجد كما قال ذلك جماعات من أهل العلم للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة، سواء كانت الضالة مفقودة في المسجد أو كانت الضالة مفقودة خارج المسجد. أما إذا كانت مفقودة في خارج المسجد فهذا واضح، لأن المساجد ليست محالا لطلب الضوال وإنشادها. أما إذا كانت في داخل المسجد فكذلك مما ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من أنشد ضالة فقدها في المسجد ومن أنشد ضالة فقدها في خارج المسجد، بل قال: من سمع رجلا ينشد ضالة. وضالة هنا نكرة في سياق الشر فتعم كل ضالة: ضالة من حيوان، ضالة من مال، ضالة من ضالة في المسجد أو ضالة في غير المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك. أي فليقل لهذا الذي ينشد الضالة في المسجد: لا ردها الله عليك. هل يقول ذلك في نفسه أم يسمعه هذا المقال؟ من العلماء من قال يقوله في نفسه، وقال آخرون بل يسمع المنشد هذه المقالة، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أنه يسمع
صاحب الضالة الناشد لها فيقول له لا ردها الله عليك، وهذا عقوبة له لأنه تجاوز واعتدى بسؤاله الضالة في المسجد، وهذا ليس فيه تمني الشر للغير، إنما فيه الردع والزجر عن الخطأ في المكان الذي لا ينبغي أن يؤتى فيه مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك، وبين العلة فقال فإن المساجد لم تبنى لذلك. إذن النهي هنا معلل، وهذا بالتأكيد أنه أطيب لنفس السامع، عندما تقول لا ردها الله عليك يمكن يقول هذا حاقد علي، هذا يكرهني، هذا لا يحبني، أو ما إلى ذلك من التبريرات التي قد يلقيها الشيطان في قلبه. لكن عندما تبين له السبب وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لذلك، أنت تبين له سبب هذه المقالة، وأن هذه المقالة ليست كراهية له ولا عدم إحساس بحاجته أو عدم شعور بمصابه، بل لأنه أخطأ في طلبه هذه الضالة في غير موضعها، فإن المساجد لم تبنى لذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لذلك. وقد يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك ليس المقصود الدعاء، وهذا ليس ببعيد، إنما المقصود الردع والزجر، وهذا قد يقوله العرب في بعض كلامهم على وجه الدعاء، لكن لا يراد به عين الدعاء. انتبه لهذا الكلام، قد يقال إن قوله لا ردها الله عليك ليس دعاء لله عز وجل أن لا يردها عليه، ليس المقصود المعنى، إنما المقصود زجره عن هذا الفعل. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله قال أوإن لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك، هذا دعاء ومعناه أي فقدتك أمك يا معاذ. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو على مسلم بمثل هذا الدعاء، إنما هذا كلام يجري على اللسان ولا يراد معناه، هذا كلام جرى على لسان العرب ويقولونه في بعض السياقات والمقامات لكن لا يقصدون معناه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أخبر أن صفية حائض، وكان صلى الله عليه وسلم خشي ألا تكون قد طافت طواف الحج، قال عقرى حلقة، أي تعقر وتحلق، وهذا دعاء لكنه في لسان العرب لا يقصد به المعنى. وهذا يجري في كلام بعض الناس الآن، يعني في بعض الأعراف يقولون كلام لا يقصدون معناه، إنما هو تعبير عن عدم الرضا بالشيء، مثل ما يقول بعض الناس عندما يعني يقول لولده مثلا عمى أو وجع أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تختلف بها الاصطلاحات، لكن هو لو قيل له تدعو على ابنك بالعمى قال معاذ الله، إنما أراد أن يكفه عن الخطأ، أن يبين له عدم الرضا بفعل معين، أن ينبهه إلى أمر معين بصيغة جازمة. فلعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك من هذا السياق، ولو كان دعاء فإنه دعاء على مستحق، وهو أنه خرج بالمسجد عن مقصوده فإن المساجد لم تبنى لذلك. وبه يتبين خطأ إنشاد الضوال في المسجد. وهذا فيما إذا طلب الإنسان الضال على وجه ظاهر بين، لأن الإنشاد فيه رفع صوت وإظهار وإبانة. لكن لو أنه سأل شخصا شفت الساعة، هل رأيت ساعتي، هل رأيت كتابي، هل رأيت كذا مما يفقده من المفقودات المس، فسأل على وجه المسارة والمحادثة التي لا إنشاد فيها، فإنه لا يدخل في النهي، إنما النهي عن أن يسأل عن شيء على وجه الإنشاد، فإن هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فليقل لا ردها الله عليه فإن المساجد لم تبنى لذلك. وعلى هذا كل من فعل في المسجد شيئا لم
يبنى المسجد له فإنه ينهى عنه بالصورة التي تكف عمله وتمنعه من المضي فيما هو فيه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يتسول في المسجد يشحذ كما يفعله بعض الناس إذا انتهت الصلاة قام وقال يا أيها الناس أنا أخوكم مصاب بكذا وعندي كذا وعندي عائلة، قال الإمام أحمد مثل هذا لا يعطى، المساجد لم تبنى لذلك، يعني المساجد لم تبنى على هذا لهذا الشيء للمتسولين الذين يقومون ويطلبون من الناس الإعانة، بل هي للعبادة والطاعة. وإنما جاء السؤال إذا كان للغير، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العرنيون فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصحابة ودعاهم إلى الإنفاق والصدقة، فهذا ليس سؤالا له، إنما هو سؤال لمن تبينت حاجته وهو صادر عن صاحب ولاية، فلا يقاس هذا بمن يقوم بين الناس ويسأل ويتسول في المساجد، فهذا خارج عما بنيت من أجله المساجد. أما الحديث الذي يليه فهو أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في السنن، قال وعنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أي من يتعاطى البيع وهو مبادلة مال بمال، هذا هو البيع، مبادلة مال بمال، وسواء كان هذه المبادلة بنقد أو كانت المبادلة بمقايضة أو كانت المبادلة بأي نوع من أنواع المبادلات التي تجري، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، هذا إذا فعل في المسجد فإنه مما ينهى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارته، فقولوا له لا أربح الله تجارته. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع يعني سلعة، أو يبتاع يعني يشتري سلعة، فهذا نهي عن البيع وعن الشراء، فهو نهي للطرفين للبائع والمشتري في المسجد أي في موضع العبادة الذي فرغ لذلك وهيئ لذلك، فقولوا لا أربح الله تجارتك أي لا رزقك الله تعالى ربح هذه التجارة التي جئت بها في هذا الموضع الذي ليس محلا للعبادة. وهذا الحكم لا يختص البيع بل يشمل كل المعاوضات المالية، فمثلا لو رأيت شخصا يؤجر شققا أو يؤجر مراكبا فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فهذا دعاء عليه بأن لا يحقق ما يؤمل من الربح في هذه المتاجرة سواء كانت بيعا أو كانت إجارة أو كانت ما كانت من المتاجرات، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وهنا قال لا أربح الله تجارتك ولم يأتي بالتعليل، لكن التعليل واضح لأن المساجد سوق الآخرة، فإذا حولت إلى سوق الدنيا تعطل المقصود. المساجد تجارة مع الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، فهذه المساجد محل لهذه التجارة وليست تجارة الدنيا التي تكون بالبيع والشراء، فهذه محلها الأسواق. ولذلك ما يزل النبي صلى الله عليه وسلم بين موضعين، بين المساجد وبين الأسواق، فقال في المساجد أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله إيش أسواقها، فلا يمكن أن يفعل ما يكون في الأسواق من البيع والشراء في أحب البقاع إلى الله، فإن البغض الذي استوجبته الأسواق لأنها محل للغش، محل للكذب، محل لأنواع من المخالفات الشرعية، والمساجد كانت أحب البقاع إلى الله لما يجري فيها من الطاعة والإحسان، فإذا نقل ما يكون في أبغض الأماكن إلى ما يكون في إلى أحب البقاع كان ذلك معصية لله عز وجل. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعاملات التي تجري في المساجد لا تصح ولا تنفذ، و
ذهب الجمهور إلى أن البيع محرم أو مكروه ولكنه نافذ صحيح، بمعنى أنه لا يبطل البيع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي اجتناب البيع في المسجد، ولكن لو جرى فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يمضي العقد، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد بطلان العقد، بل فيه النهي بأن الله لا يبلغ هؤلاء مقصودهم في المبايعة. وقوله لا أربح الله تجارتك دعاء على الطرفين، على البائع والمشتري، فلا المشتري يستفيد من الثمن، فلا المشتري يستفيد من السلعة ولا البائع يستفيد من الثمن. هذا معنى قوله لا أربح الله تجارتك، أي لا بلغك الله تعالى ما تؤمل من الربح في هذه التجارة. أما من حيث صحة العقد فالذي عليه الجمهور أن العقد صحيح وهو الأقرب والله تعالى أعلم، ولكنه منزوع البركة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان على أصحاب هذه المعاملات بنزع البركة وانتفاء الربح. وهل مثل هذا ما إذا كان الإنسان محتاجا إلى معاوضة في المسجد؟ الجواب إذا كان الإنسان محتاج إلى معاوضة في المسجد فإنه لا ينهى عنه، لأن ذلك على وجه خارج عن الأصل، كما لو كان مثل له الفقهاء رحمه الله في الزمن السابق بمن يسقي الناس بماء في المسجد ويأخذ على ذلك أجرة، فقالوا لا بأس بهذا لأن هذا مما يعفى عنه. ومثله الآن في المسجد الحرام عند المسعى عندما أو عند الطواف، عندما يأتي أحد يواجره على ركوب عربة هذا نوع من المعاملة، لكن هذا مما تدعو إليه الحاجة فلا حرج في ذلك ولا يدخل فيما جاء فيه النهي، لأنه مما تدعو الحاجة إليه. ومثله المعتكف يتصل على من يأتي له بطعام وقد يفاصله في الطعام، أو يتصل على من يأتي بحاجة من الحوائج دواء أو كساء أو ما إلى ذلك ويفاصله في ذلك، فلا حرج في ذلك لأنه مما تدعو الحاجة إليه. وإنما هذا فيما إذا اتخذ المسجد محلا للتجارة أو فعل ذلك مع استغناء الفاعل عن أن يفعله في المسجد. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. هذه الحديث الثلاثة تتضمن جملة من المعاني المتعلقة بأحكام المساجد. أما الحديث الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة إصابة سعد بن معاذ ابن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذه القصة في الصحيحين وقد أشار إليه المصنف رحمه الله في هذا النقل واقتصر فيه على الشاهد، ذلك أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب يوم الخندق، أصيب في أكحله يوم الخندق رضي الله تعالى عنه، وأحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعوده من قريب، فضربت له الخيمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن من عيادته من قريب ولا يحتاج إلى الخروج إلى أماكن نزوله. وكان رضي الله تعالى عنه قد نزل المسجد كما دل عليه الحديث، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ضرب خيمة أي خباء يؤويه وينزل فيه. وعلة ذلك ليعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الكريم من قريب، وسعد بن معاذ له سابقة
وهو ممن أسلم في المدينة قبل الهجرة وكان قد شهد البيعة الثانية في إسلامه رضي الله تعالى عنه، كان بين العقبة الأولى والعقبة الثانية، البيعة الأولى والبيعة الثانية التي كانت زمن كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته، وكان إسلامه على يد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، وبإسلامه أسلم بنو عبد الأشهل، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، وقد شهد بدرا وأحدا، وأصيب يوم الخندق في أكحله، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعد زمن قريب من الخندق، يعني ما طال به العهد، مات بتلك الإصابة رضي الله تعالى عنه. قيل إنه مات في ذي القعدة، في ذي القعدة سنة 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، وفي لفظ: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث جابر، وبه يتبين عظيم منزلته رضي الله تعالى عنه ورفيع مكانته. فالمقصود أنه لما أصيب يوم الخندق وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قريبا منه ليسهل عليه عيادته، ليسهل عليه أن يعوده، بنى له خيمة، ضرب له خيمة في المسجد فنزل فيها، فكان يعوده صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذكر هذا الحديث في باب المساجد هو بيان أن سكن المسجد على وجه الدوام تجوز للعذر، على وجه الدوام يعني على وجه الامتداد، الوقت الممتد، وذلك أن إذن هذه الفائدة وهو جواز سكن المسجد للعذر، هذه الفائدة مستفادة من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة لسعد بن معاذ. أما إذا كان الإنسان يستغني عن السكن في المسجد فإن المساجد كره أهل العلم أن تكون محالا للسكنة الدائمة، لأنها محال عبادة وطاعة، وهي وقف للعبادة وليست للسكنة بالنوم والأكل والشرب ونحو ذلك. لكن إذا كان هذا على وجه عارض، كما لو كان ذلك لعذر كما في حال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكذلك المرأة التي كانت تقوم المسجد وسيأتي خبرها بعد قليل، فهذا يعد من السكنة للعذر. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الدم ليس بنجس، وذلك أن سعد بن معاذ كان رضي الله تعالى عنه قد أصيب وكان يثعب منه الدم، وقد جاء أن الدم كان يسيل منه رضي الله تعالى عنه، حيث إن الدم على قول هؤلاء يكون منجسا للموضع، إلا أن من العلماء من قال إن سكن سعد بن معاذ في المسجد إنما كانت بعد اندمال جرحه، وليس في هذا أثر يصار إليه. والصحيح أنه رضي الله تعالى عنه كان لم يندم جرحه، ولذلك لما أصيب سعد وأقام في المسجد قال: فلم يرحهم في المسجد إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ وهو دم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فإذا سعد رضي الله تعالى عنه كان قد ثعب جرحه ونزف حتى مات رضي الله تعالى عنه. فاستدل به من استدل على أن الدم ليس بنجس، وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله على قولين، وهي مسألة نجاسة الدم، فذهب جمهور العلماء إلى أن الدم نجس يجب أن تطهر منه الثياب، وقال جماعة من أهل العلم: بل الدم ليس نجسا، طاهر، وإن كان ينبغي أن يطهر منه الثوب وينقى لأنه من القذر. وقال آخرون: بل ذلك يختلف باختلاف قلة الدم وكثرته، فالدم القليل غير الفاحش ليس بنجس، والدم الكثير الفاحش نجس. والذي يظهر والله تعالى أعلم
أن الدم ليس بنجس، كثيرا كان أو قليلا، وهذا الحديث يصلح أن يستدل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أن ينزل في هذه الخيمة، مع كونه كان جريحا رضي الله تعالى عنه ومصابا، والجريح لا يأمن أن يخرج منه الدم الذي يمكن أن يكون ملوثا للمسجد إذا كان نجسا، فلو كان كذلك لا احترز النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الاحتراز. وفيه من الأدلة جواز النوم في المسجد للحاجة، فإن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كان ينام في هذه الخيمة، وفيها أنه يجوز أن يتحجر الإنسان شيئا من الوقف بإذن الإمام أو بإذن صاحب الصلاحية، فإن نصب الخيمة في المسجد بالتأكيد هو أخذ لجزء من الوقف زائد على القدر الذي يحتاج للصلاة والعبادة، إذ إنه سيستعمله للنوم وما أشبه ذلك، وهذا يتطلب مكانا واسعا، فأخذ الأخبية في المساجد إذا أذن به صاحب الوقف أو القائم على الوقف ودعت إلى ذلك حاجة فلا بأس به، وإلا فإنه لا يجوز الإنسان أن يتحجر في الأوقاف أكثر مما يحتاج.